منهجية 3 في 6 هي منهجية مبتكرة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لمعالجة المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات في البلدان النامية، وهي تجربة حياة لخلق رؤية جديدة للشباب الذين هم الحافز الحقيقي للتغيير وبناء الأساس لاقتصاد دائم يعمل على تحسين الحياة والظروف المعيشية. إن تطبيق منهجية 3 في 6 في الأردن يتمثل في تخفيف أثر أزمة اللاجئين السوريين على المجتمعات المضيفة في الأردن وفي محافظة المفرق على وجه الخصوص. البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عم يشتغل على عدة محاور تستهدف الشباب. هيدا أحد المحاور، هو المحور الذي ينظر إلى مساعدة الشباب على التنمية الاقتصادية. الغاية من مشروع البنك الوطني واليو ان دي بي اللي هو ما يسمى أو اختصاره 3x6، التخفيف أثر اللجوء السوري على المجتمعات المضيفة أو المجتمعات الأردنية. 3x6 approach is UNDP's innovative approach to bridge emergency employment to more sustainable livelihood creation in crisis and also post-crisis setting. So in Jordan, we Jordanized this 3x6 approach. 3x6 منهج مبتكر يتكون من 3 مراحل: المشاركة وتوليد الدخل. يقوم المشاركون العاطلون عن العمل في المجتمعات المضيفة المستهدفة بتنفيذ مبادرات مجتمعية تطوعية مولدة للدخل المؤقت وتلبي احتياجات عاجلة للمجتمعات المحلية المستهدفة. تدخر منهجية 3x6 جزءاً من هذا الدخل في حسابات توفير خاصة بكل مشارك، لتكون بذلك رأس المال اللازم لإقامة مشاريعهم الاقتصادية الصغيرة. It was not advisable for women to do labor intensive work. The culture called as shame culture. So youth tend to like more governmental job and not really labor intensive work. But the UNDP thought it's very important to challenge these traditional custom which could be hampering the labor market participation of the young men and women. أنا شخصيا ما عندي يعني هدف معين. أنا زي أيمن درست توجيهي بس ما كملت لأنه مش مادة. تعلمت عدة مهارات منها مهارات الاتصال والتواصل والعمل كفريق. أغلبهم جامعات وأغلبهم مكملين دبلوم شغلات زي هيك بس ما في وظائف. تو على مول يقول لك لا أجيب سوري يشتغل 100 دينار. محمد قبل سنة كان يوم يشتغلوا 10 لا. تم تنفيذ هذا المشروع في محافظة المفرق كونها منطقة مستضيفة للاجئين السوريين، ويعاني السكان في هذه المنطقة من العديد من التحديات، من أهمها قلة فرص العمل المتوفرة لدى الشباب، وبالتالي جاء هذا المشروع لإنعاش المنطقة اقتصادياً واجتماعياً. بعد ما سمعنا أنا وأصحابي أنه في مشروع التشغيل السريع ببلدية الرحاب بالوحدة التنموية، قدمنا الطلبات أنا وأصحابي بهذا المشروع. أول دوام إلنا أول يوم كان تدريب تنفذه مؤسسة نهر الأردن. بعد تحديد الاحتياجات للمنطقة لقضاء رحاب، عرفنا أنه إحنا عندنا يعني أهم كنيسة، أقدم كنيسة في العالم موجودة في رحاب ومهمشة. قلنا أنه إحنا مجموعة شباب وصبايا بدنا نشتغل على هذا الموضوع، لازم نظهر هاي الآثار، لازم نعرف العالم فيها ونشرها على قد ما نقدر. سمينا مبادرتنا آثارنا رمز حضارتنا. اخترنا مبادرة مدارس آمنة وبيئية، استهدفنا الطلاب، عملنا كمان إعادة تدوير المياه، استغلينا مياه المدارس في ري الأشجار، زرعنا الأشجار، عملنا حديقة مدرسية متكونة من نافورة مياه ومقاعد. في مبادرة اسمها نحو بيئة خضراء، وحبيت بالفريق اللي كنت أشتغل فيه إنه كنا إيد واحدة وكنا متعاونين جداً بالمبادرة هاي، حتى لو شخص فينا غاب عن جد ما نعرف نشتغل. نثمن عالياً مشاركتنا مع UNDP ونطلع لها فرصة حقيقية في إشراك الشباب فرص عمل جديدة في محافظة المفرق. شباب المفرق أثبتوا اليوم قدرتهم العالية على التغيير وأثبتوا أنهم على قدر عالي من تحمل المسؤولية. This kind of strength in the sense of belonging of the youth to the society actually is the foundation for the stability of the society too. كيف نحكي كيف نسوي
لمشروعنا، كيف نعرض مشروعنا، كيف نحكي عنه بطريقة صحيحة. جواهر ضخ مصاري للسوق عشان يفتح محل ألبان وجبان كبير. واحدة من الشغلات المعلبة مبسترة إلى آخره، جودة في الصناعات. محمد عنده الخبرة الكافية عشان يعطي منتج وجودة عالية. يجدر الذكر أنه المبالغ اللي تم ضخها من خلال الـ UNDP خلال الفترة الماضية زادت عن 1,000,000 دينار. هذه 1,000,000 دينار ساهمت بشكل كبير في ضخ سيولة في محافظة المفرق تحديدا، وهي السيولة ساهمت في إنعاش الوضع الاقتصادي تحديدا للأردنيين اللي تضرروا من اللجوء السوري. المؤسس نهر الأردن والـ UNDP اللي عملوه معنا، أنا ما بدي تجيب لي سمكة، علمني كيف أصطاد. تعتمد على نفسك، تعتمد على اللي موجود عندك من المحل اللي انت فتحته. انتقلت عبارة عن مرحلة انتقالية من انه انت لا شيء وعندك كل شيء. بالعكس، بدل ما احنا كنا ندور على فرص عمل، احنا هسه بدنا نستقطب فرص عمل. جبت دفعة ادوات منزلية، بس والله يعني كان البيع كثير ممتاز. يعني خلال 5 ايام كنت بايع 200 دينار. من خلال مؤسسة نهر الاردن الـ UNDP قدرت احقق هذا النجاح وامتلك رخصة محل باسمي، وأكون شاب غير عاطل عن العمل، قادر أن أساعد أهلي بدخل الأسرة. تم تنفيذ حوالي 36 مبادرة في 3 مناطق وبالشراكة مع البلديات في تلك المناطق، منها سما السرحان ورحاب وحوشة. مؤسسة نهر الأردن هي الشريك الأساسي لتنفيذ المشروع، مؤسسة رواد وكبتنا ببعض البلديات أيضا. يتم تنفيذ المشروع بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل كريم من الحكومة الكويتية والحكومة الدنماركية والحكومة اليابانية، ونحن نطمح ونأمل مع نجاح المشروع أنه نقدر نحصل على موارد أساسية لتنفيذه ببلدية زيادة. رسالتنا اليوم أنه تطلع حواليك، تطلع منطقتك، تلقى فرصتك موجودة داخل المنطقة. ابدأ والكل معك.